الحمد لله على سلامتك يا ولدي. الله يسلمك يما. كنت خايفة عليك قوي، خايفة عليك لعمرك يضيع ورا الحديد ويحصل فيك كيف ما حصل فيه، واللي كيفك رغم قوته ما يتحملش الحبس. قلت لك هيطلع، وعدتك ووفيت يا امي. فرحان بيك قوي، كبرت وبتحج السند، بقيت اعرف اتعكز عليك. اللي عملته ده بيعملوش غير واحد قوي، واحد متربي على يد غفران الغريب. طب ما دي قلتها يا اخوي، متربي على يد غفران الغريب. مستني مني ايه وانت اللي مربيني؟ اني ما اقفش وراك في محنتك؟ ده انا دوست على المزارعين واهاليهم دوس ما يعلم به الا ربنا. اللي خد فلوس، واللي تهدب بعياله، واللي تهدب بابوه وامه وميت حاجه وحاجه. محامي كان يقول لي كفايه، بناقص اللي مش موافقين، كلامهم مش هيتاخد بيه وسط الناس الباقيين. قلت له لا، على جثتي كلهم هيقولوا اللي احنا عايزينه، كلهم هيقولوا غفران الغريب مالوش صالح بالحكايه دي من بابها. كنت باقي في الاخر اني ادخل مكانك اقول لهم دي ارضي، وما لقيناش مهرب من الحكايه. والله يا غفران، والله كنت عامل كده، وانا يعني كنت اسيبك تعمل كده. جرى يا واد، فكرك يعني انك هتخاف علي اكتر ما يخاف عليك؟ انت كيف عيالي؟ كيف سليم وحمزه؟ يزيحك من قلبه يا اخوي هو الخسران. توجعش نفسك على اي حد ما يستهلكش. وهتكملوا في تجاره المخدرات ولا خلاص؟ ولا ناويين تعملوا حاجه تانيه تخوفني عليكم؟ بقول لك ايه يما، اعمل اي حاجه غير انك تنصح وتقطمي، ما نقصرش العمليه. لسه قايل انك خايف على اخوك، واخوك لسه قايل دلوقتي انه خايف عليك. فاكر اللي في حد في الدنيا خاف عليكم قدي؟ ولا حد بيحبكم نص حبي ليكم يا نازلين من بطني؟ اي نصح واي تقديم خوف عليك انت واخوك؟ اي نصح او تقديم مش هوقفنا على اللي عمله، لان اللي عمله كتير، وهتتفرجي وهتسكتي ومش هتقولي نص كلمه كمان. وافتكري اني عملت لك حساب وكبرت لكلامك، والنتيجه اهي قلت قيمتي. غفران عنده حق يما، وكنا المفروض من ساعه رجعتك خلصنا من الكل، بس نواحك وقفوه وخلاه يعمل اللي زعلك خاطر، والنتيجه كيف ما قال لك اها قلت قيمه. ناس يما طالما تعودت من حد بطشه بتقوى عليه لما يوقف، حسهم بيعلى وعينيهم بتقوى. عشان كده اللي معوض يبطش لازم أن يعرف ان يوم ما يوقف الناس هتدوس عليه، واحنا لا عاش ولا كان اللي يدوس علينا ولا يجي علينا. بتجيب اخوك للنار ليه بدل ما تهديه؟ ده هو اللي كان بيهديني يما. بقول لك يا ولدي كلامك ده بيزقه للنار. النار اللي بتقولي عليها يما اتخلقنا ما بنعرفش نعيشه غير فيها، ولا بنعرف نتنفسه غير واحنا حاسين بحرق اهالينا حتى بعد ما نموت. عاملين حسابنا نسكن فيها. النار اتكتبت علينا يما، مش احنا اللي اخترناها. طب عشان خاطري يا ولدي؟ عشان خاطري نعمل كيف ما قلت لك اول الكلام، اعملي اي حاجه غير انك تنصحي او تقطمي، لان لا نصح ولا تقطيم هيوقفني على اللي عامله.